بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة رقم 31. هذه المحاضرة اللي هي Array Introduction. Array Introduction بعد ما كتبناها هنا نكتبها هنا. المحاضرة Array Introduction نكتبها Array Introduction ونسوي سيف، نعيد السيف ومن ثم نسوي ريلود للصفحة. سوينا ريلود لها الصفحة. على سبيل المثال فتحنا صفحة بي اتش بي وخزناها وقلنا ايكو بي اتش بي لكتشر 31. هذه ايضا نسوي بها هيك وكنترول اس يعني نسيب حتى تطلع الصفحة حلوة. 31 رقم المحاضرة اللي هي اراي انترودكشن. بهاي المحاضرة راح ناخذ فشيء كلش بسيط. الاراي قبل الاراي ناخذ ناخذ الفاريبل. الفاريبل مثلا هذا علامة الدولار والوركر علامة الدولار أحمد وعلي، وقلنا اكو مثلا الوركر الأول والوركر الثاني، فجاب لنا هذه وخلينا هذه هنا فراغ، جاب لنا هاي أحمد علي. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للفاريبل. طيب إذا كان آلاف فاريبلز إذا مش راح نحتاج؟ راح نحتاج إلى مصفوفة أو يسموها أري. الأري هنالك ثلاثة أنواع. أول واحد اللي هو اللي راح ناخذه بالمحاضرة رقم 32 اللي هو إندكس أري والأسوشيتيف أري اللي هو الأري يعني ذو علاقة، والرقم 3 اللي هو مالتي. هنا خلينا نكتب رقم 3 اللي هو مالتي دايمنشنال أري. شلون مالتي بالنسبة للصور ثلاثة مالتي دايمنشن. إذا هذا هو المالتي يعني هو شنو؟ أي من تكون البيانات كل هواية ياخذون يستخدمون أحد هاي الماتريكس أو المصفوفات يسموها أو الأري. إذا اللي هنا يعني عرفنا إنه هذا فد شيء محدود اللي هو الفاريبلز، وإذا كان العدد هواية راح نستخدم واحد من هذول الثلاثة. والمحاضرة القادمة راح نستخدم الاندكس أري بالتفصيل الممل، ولهنا نكتفي بهذا التعريف عن محاضرة الأري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.